السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من قناة جاتو آية أسين، معكم أم نريمة. إن شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم راح ندير معكم علبة الخاتم، جاتو علبة الخاتم. باش نديروا هاد جاتو يلزمنا عندي هنا لا مارغارين 150 غرام تاع لا مارغارين، عندي لافاني، عندي نص كاس تاع السكر غلاسي، نص كاس تاع لا مايزينا اللي هي نشا، عندي حبة بيض، فرينة حسب الحاجة، ونص باكي تاع لا ليفور اللي هي خميرة كيميائية، وعندي هنايا عطر اللوز الحلو، عطر اللوز الحلو. خدي ان ريسيبيون حطي فيه 150 غرام تاع لا مارغارين اللي قلتلك عليهم، زيدي حبة تاع البيض، زيدي لافاني تاعك نص مغرف هكدايا باسكو راحين نحطو تاع اللوز ثانيك، قرصة تاع الملح، زيدي عطر اللوز تانيك نص مغرف، زيدي السكر كلاصي، وزيدي النشا تاعك. خلطي كامل هاد المكونات مليح، تحبي بالباتور، تحبي بالبيتخان، تحبي بيدك. انا هنا راح نخلطهم بيدي. خلطي هاد المكونات، دخليهم مليح في بعضهم. تخلطي الخليط تاعك مليح هكذا، ابداي زيدي في الفرينه تاعك حتى تحصلي على عجينه طريه متماسكه. وهنا زيدي نص باكيت تاع لا ليفور، ما تعجنيش، دوري غير هكذايا ولمي بصبعتك. هاي لك العجينه اللي تحصلنا عليها، عجينه طريه متماسكه. خليها ترتاح داك واحد الخمس دقائق ونوليو نشكلو علبة الخاتم تاعنا. نبداو في تشكيل الحلوة تاعنا. خدي هنا ليلون، حطي عليه شوية تاع العجين، وزيدي حطي ليلون من الفوق، وطلقيها عادي كيما موالفين نديرو لي صابلي. طلقيها على السمك 4 ملم. هنا بعد ما خليتها ارتاحت بيان هكداك واحد 10 دقائق حتى لربع ساعة، دوقا حكمي هاد المطرقة تاع اللحم لا عندك ديري بيها، وإلا ما عندكش دوك نوري لك طريقة واحدة أخرى. وعيني لهنايا فوق النيلون بعد باش ما تلصقلكش في العجينة، عيني هكدايا وعبزي مليح هايلك. وبعدي شوية باسكو أنا قلت لك عندي هاد القطيعة اللي تجيني هكدايا فوق هاد المطرقة، نعين قد قد هاملك. دوكا نزيد بعد شويه وندير من بعد، ونزيد ندير واحد اخرى هكذا حتى نكمل كامل العجين تاعي، خاطرش كي نديرهم مع بعضهم لاصقين شويه يطلقوا لي هذوك العيون تاع هاد لاطات اللي درت الاولانيه. بعدي شويه شويه ومن بعد ديري، نحي النيلون تاعك وقطعي هادو لي بواط تاعك هاملك، وحطيهم في سنيوه عادي هاملك، شوفي كيفاه يخرجوا لك. حنا نسحقوا هاد المعينات باش ما نضلوش نزينوا في لاباط، هادو ما يعاونونا شويه، وحطيهم فوق في سنيوه تكوني رشيتيها بالفرينه ديجا من قبل. كملي كامل العجينه هكذا وشعلي الفور تاعك على 180 درجه ونطيبوهم. فيما يخص العجينه اللي تبقى لميها هكذا غير بالليمون برك، وعاودي خدمي بها ما تعجنيهاش، لميها هكذايا، ديريها هكذايا على شكل دائري، على شكل كره هكذا، ومن بعد زيدي طلقيها عادي. دوك نوري لكم الشكل الثاني اللي ما عندهاش القطعه هذه تاع اللي ما عندهاش المطرقه تاع اللحم. دير شد غير فرشيطه برك هاي ليك، شد فرشيطه هنا تنحي النيلون، ماشي كيما كيما بالمطرقه، نحي وبداي عيني هكذايا، ومن بعد وين حبستي زيدي ديري اول حبسنا لهنا، زيدي بداي منها بعد هكذايا وروحي حتى تكملي كامل العجين تاعك. عبزي مليح باش ما تروحلكش هذيك الديسه اللي راكي ديري دوكا. اين فوا تكملي هكذا في الطول عاودي رجعي في العرض.
واللي ما عندهاش هذه القطيعه الكاري تقدر تستعمل بوشون هذوما تاع هذه يعني نسكافيه ولا كاش حاجه تكون كاري قطعي ديراكتومون. ثاني كيعطيك الشكل هنا مازال ما كملتش الخطوط هذوك، تقدري تخدمي بحاجه كاري وخلاص. وهنا هاي ليك قريب تعطيك نفس الشكل، هامليك قريب يتشابهوا. المهم كملي كامل هاد العجينه تاعك، طيبيها على 180 درجه ومن بعد نكملوا مع بعض تشكيل الخاتم. هاي ليك الحلوه تاعي بعد ما طابت، دوك نبداو نلصقوا في البواطه تاع الخاتم تاعنا. لصقيها عادي كيما نلصقوا لي صابلي، احكمي هنا المربى تاع المشمش، حطي كيما موالفين نديرو، احكمي واحده اخرى وحطيها عليها من الفوق هكايا. لصقيهم كامل من بعد نعاودو نديرو لهم لي كوتي هذوما. يفوت لصقيها وتكملي احكمي طبسي. دوك هنا عندك لو شوا، تحبي ديكوري بالكاوكاو، تحبي ديكوري بالكوفريت، تحبي ديكوري بنواد كوكو. انا لهنا حطيت زوج مغارف هكذايا تاع نواد كوكو، بما اني عندي كميه صغيره ندير بالعقل برك. ولا حبيتي ديري بالكوفريت ولا الكاوكاو لازم ترحيهم يكونوا رقاق. انا من هنا نواد كوكو راني رحيتو رقيق، ما خليتوش كيما راهو خشين هكا. ومن بعد احكمي هادو لي بيير لي تباعو هكذايا، راهم لي بيير لي رقاق شويه، وخلطيهم هنايا مع نواد كوكو. لازم لي بيير يكونوا شويه اكثر على نواد كوكو. حطي لهنا هكذا كميه وخلطيها مع نواد كوكو ولا مع الكوفريت ولا مع الكاوكاو اللي رايحه ديري. ومن بعد عاودي حكمي الحلوه تاعك والكونفيتور بالبانسو، دهني كامل الجوانب تاعها هكذايا. هاي ليك تخرج لك هكذايا فيها العقاش و من طون باش درتي معاه. خليها تكوتي هكذايا تريح باش تنشف مليح. كملي كامل العمليه مع الباقي. بعد ما ديكورينا الحلوه تاعنا وكملناها، دوك نولي ونعمرو هاد المول تاعنا اون سيليكون. كاين فيه هاد الرشمه تاع الخاتم، هاوليك ما نسحقوش حنايا الخاتم هدايا اليوم، نسحقوه هدايا باسكو حنا رانا نديرو في البواطه ما راناش نديرو في الصابلي تاع الخاتم. شدي الشوكولا تاعك البيضه دوبيها بالماري كيما موالفين نديرو، كيما قلت لك حطي الماء يغلي، يفوا يغلي نقصي كامل الغاز ولا نحيه من فوق الغاز، حطي طبسي فوقه وديري الشوكولا تاعك وخليها تذوب. يفوا تذوب حطيها في ساشي ولا بوشاي دوي ونبداو نخدمو في هاد الخاتم تاعنا. هنا عندي ملاحظه صغيره، ما تعمريش الخاتم طول وطول كيما راهو هكذايا، عمري غير نص برك. كاين هنا عقيقشات راهم صغار لهنا، تلقاي واحد زوج ثلاثه تاع العقاش، عمري شويه برك لتحتهم وخلاص، ما نعمروش حنا الخاتم كامل. هاي لكن فوا ديريها في لابوش ابدا عمري عادي، قلت لك غير النص هكذايا. ها فوالا كيف تخدمي الخاتم تاعك هاولي كاني نحيتهم، قلتلك ديري غير النص برك. دوك لهنا عندك لو شوا، تحبي يا اما ديري بهدايا اللماع البرونز، كنت درتو معاكم ديجا في حلوه القضيفه، ولا ديريه سامبل. انا في الحقيقه ما نحبش نخدم بهادو لي كولور تاع اللماع ولا الالوان ولا، بصح انا حل بغير طلب الاخوات واش طلبوا مني. دوك نعطيكم انا طريقتي ونوري لكم الطريقه اللي راكو حابين نتوما. انا الطريقه تاعي نحكم الشوكولا البيضاء
نحكم واحد من هادو الخواتم، نمسح هاد لي كوتي، نمسحهم مليح. ومن بعد واش ندير؟ نحكم هاد لي بياس الصغار ونديرهم فيه هكذايا، هو واش يرفد. كما قلت لكم انا الطريقه تاعي، نحكم هاد وحده من هاد الخاتم، نحكم الشوكولا البيضاء وندهنو هكذايا. ومن بعد نحكم هادو لي بيير اللي وريت لكم الصغار ونحطهم فيها هكا. هاملك هو واش يرفد، خلاص هكذا نديرهم. ومن بعد نزيد نحكم هادو لي بيير الكبار، كاين هكذا لي بيير هكذا لي تباعو كبار تاني، نحكم وحده برك منهم، ندير شويه شوكولا هنا الفوق هايليك، ومن بعد نحط لابيير هذيك من الفوق هكذا. نحب نديرهم انايا يعطيو نتيجه تاني كروعه. دوك انا نكمل كامل هذه العمليه ونرجع لكم فيما بعد ان شاء الله. ان فوا تكملي كامل ديري لهم هكذا العقاش على فوا، ولا ديري لهم البرونز تاعهم هدايا. دوك احكمي هاد لابارتي اللي خدمتيها قبل ما ديري لها العقاشه الكبيره لهنا، احكميها من هاد لي كوتي هادو الزوج الصغار، حطيهم لهنا هكذايا في الشوكولا، وحكمي لابواط تاعك هكذا، احكمي لابواط تاعك وحطي هكذايا، سيي لصقيها هايلك. دوك شدي شويه برك تلصق بالشوكولا هاي. دوك انا نكمل كامل هاد العمليه ونزيد ندير لها العقاش اللي من فوق ونوريكم ونوريه لكم في طبق التقديم ان شاء الله. هاوليك الكاطو تاعي بعد ما زينته وكملته، كانت هذه هي وصفتنا لنهار اليوم، كاطو علبه الخاتم. هي تتخدم باللماح هكذايا، وانا يا ما نحبش اللماح هذاك بزاف كما قلت لكم. هاوليك وانتم ما عندكم لو شوا، درت لكم البديل بالكريات الفضيه، ان شاء الله تعجبكم ولوشوا ليكم، كل وحده كيفاش تحب ديرو. نتمنى كل طفله ان شاء الله تلبس هذا الخاتم، خاصه اللي راهي مشتركه عندي واللي راهي تدعمني دائما، ونبارك لكل اللي لبساتو هذا العام. اما فيما يخص صابلي الخاتم ما يتخدمش هكذا، هذا صابلي علبه الخاتم. صابلي الخاتم لازمك تخدمي الخواتم في زوج اللي يكونوا في هذا المول ونحطوهم فوق ان صابلي، والصابلي كاين عده انواع كيفاش تخدميه. ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه لنهار اليوم. دوك القطع معكم وحده تشوفوها كيفاه جات هايليك، تجي هشيشه تجي كل حاجه. تنحي الخاتم هذا يتنحى فاسيلما، والشوكولا تاعو تتكل، ومن بعد تقطعيها هكذا هايليك تجي هشيشه، وكيما تحبي ديكوري. نتمنى ان شاء الله تعجبكم وصفتنا نهار اليوم، وإلا عجبتكم ديروا لي جيم لا فيديو، ابوني للقناة، بارطاجيوها مع الأصدقاء والأقارب تاعكم، وإلى اللقاء في فيديو واحد آخر إن شاء الله.